عفوا في انتظار معرفة المتأهلين المتبقيين على المجموعة الأولى. نيجيريا تتصدر المجموعة بالمجموع 4 نقاط من انتصار والتعادل، يليه المنتخب الإيرلندي، فيما يحتل المنتخب العراقي المركز الأخير. اليوم فرصة من أجل إثبات الذات، فرصة من أجل تحقيق الانتصار وإنقاذ ما الوجه. على كل هي مباريات دون ضغوط، دون مركب نقص، في محاولة لتقديم عرض جيد للإثبات على مدى استعداد المنتخب للتصفيات أو النهائيات كأس آسيا للشباب عام 2008. هنا مع أول محاولة لفائدة المنتخب العراقي، لكن الكرة خارج أرضية الميدان والتماس لمصلحة المنتخب النيجيري. كما ذكرت، منتخب نيجيريا سيحاول الوقوف على آخر استعدادات الأيام أو أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية الألعاب الأولمبية. ونيجيريا بطموحات كبيرة من أجل إعادة أحلى ذكريات، ذكريات 96 حين توج المنتخب النيجيري بالكأس أو بالميدالية الذهبية للألعاب الأولمبية بقيادة القائد نوان كوكانو وأيضا بابا نجيدا وأيضا بابا يارو. الجيل الذهبي حقق الميدالية الذهبية على حساب المنتخب الأرجنتيني في نزال نهائي مثير ومثير جدا. اليوم نيجيريا تحاول تكرار نفس الإنجاز هذه السنة، والمنتخب الحاضر اليوم هو المنتخب الذي تأهل وحقق الإنجاز الكبير بوصوله لنهائي كأس العالم صيف 2005 بهولندا، لكنه انهزم أمام المنتخب الأرجنتيني في نهائي قدم فيه عرض طيب وطيب جدا. انطلقت المباراة بالنسبة لتشكيل المنتخب النيجيري: فاكينت أمبروز، أوكونو، غابيتو، جيمس موندي، جوز سوريا، أوديري جون، أوديجي، أديما، أني جيرمان، أداما أدا، ساركي إيمانويل، أوكراوا، برنار وأوكرو، شابيدوين، والمدرب وسياسيا سامسون. بالنسبة للمنتخب العراقي: علي مختار ناصر، حسين جاسم محمد، فارس النعيمة، نادم كرم، محمد عبد الزارة، جابر شكير نجم، وقيس طارق علي، نبيل صباح صغير، حسين علي وحيد، وكريم وليد حمود، ووسام عبد الصاد أو عبد الحق. هذا هو تشكيل المنتخب العراقي، والمدرب هو حكيم شاكير، عبد الحكيم شاكير، هو لاعب سابق في فريق الطلبة والجيش، درب أيضا هذا الفريق الجيش وأيضا الجانب الدفاع الجوي ومنتخب الناشئين. خبرة لا بأس بها بالنسبة لهذا المدرب الذي يود تكرار إنجاز مواطنه عدنان حمد الذي قاد المنتخب العراقي لإنجاز أحلى النتائج، خاصة في أولمبياد أثينا 2004 حين وصل إلى مركز متقدم، والسير المنتخبات الكبيرة في الأولمبياد. إذن انطلقت المباراة، مباراة هنا يحضرها جمهور قليل وقليل جدا، يعد بالعشرات، شيء طبيعي لأن المباراة تجرى بماليزيا، والماليزيا المشاركة في التظاهرة تلعب في المجموعة الأولى، لكنها خرجت من الباب الضيق وخرجت من الدور الأول بعد الهزيمتين والفوز واحد، بذلك خرجت من التظاهرة. في حين نيجيريا وإيرلندا يسيران بخطى ثابتة نحو الدور الثاني. كما ذكرت، الدور الثاني تأهل له كل من المنتخب الأسترالي وأيضا المنتخب التشيلي. نيجيريا حققت انتصار واحد، تعادل واحد، ولم تخسر لحد الآن، سجلت 4 أهداف وسجل في مرمى هدفين، في حين منتخب إيرلندا الذي يستعد بدوره لنهائيات كأس أوروبا للشباب يسير نحو المرور للدور الثاني، لكن مروره متوقف على نتيجة المنتخب العراقي. اليوم في حال انتصار المنتخب العراقي ربما سنلجأ إلى النسبة العامة أو مواجهة فيما بين الفريقين. العراقي يتدين الترتيب بنقطة واحدة فقط، اليوم فرصة على الأقل للإنقاذ ماء الوجه لإثبات الذات أمام فريق أو منتخب قوي وقوي جدا، منتخب متمرس يعني
مشهور على المستوى الافريقي، حقق العديد من الالقاب على المستوى القاري، وايضا حضور دائم على المستوى البطولات العالميه الى جانب المنتخب الغاني. ايضا نشير الى تواجد المنتخب الطوغولي الفريق الثاني الافريقي المتواجد في البطوله، هو اصلا موجود كبديل عن المنتخب الغاني. كنا ننتظر وجود المنتخب الغاني، المنتخب الغاني للشباب يضفي طابعا اخر، نكهه خاصه بلاعبيه المتمرسين، بلاعبي ذوي المهارات العاليه، كذلك وجود المنتخب الشيلي كبديل المنتخب الارجنتيني. يعني بطولة افتقدت لمنتخبات كبيرة، وأعني بذلك المنتخب الغاني حامل لقب المونديال للشباب في أكثر من مناسبة، وأيضا المنتخب الأرجنتيني حامل لقب كأس العالم الأخير بهولندا موسم 2005 حين أبدع وتألق بملاعب أوتريخت وأمستردام وأيضا روتردام. هنا الخطأ موجود والتسلل موجود على هذا اللاعب، اللاعب النيجيري أوديري جون. أوديري جون لاعب فريق إنيمبا النيجيري، هنا في محاولة للتسديد لكن الحكم قبل ذلك أعلن عن التسلل لمصلحة